فيلم بيكيت من إخراج فرديناندو سيتو فيلومارينو. الفيلم بيبدأ مع بيكيت وإبريل مرتبطين ببعض وبيسافروا اليونان علشان يقضوا أجازتهم سوا، وبيقضوا يومهم في الفسح والخروجات وبيستكشفوا البلد. ولكن بتحصل مظاهرات قريبة من الفندق اللي كانوا مقيمين فيه، فبيروحوا البيت أجروه في اليونان برضو بس بعيد شوية. وهما في الطريق الطويل بيكيت بيغلبوا النوم والعربية بتتقلب بيهم وبتدخل في بيت مهجور، وإبريل من شدة الحادثة بتخرج من العربية ودماغها بتخبط في الأرض، وبيكيت بيبقى فايق شوية وبيشوف طفل ومعاه واحدة ست ولكن بيهربوا. فبيخرج بيكيت من العربية علشان يطمن عليها ولكن بيفقد الوعي، وبيفوق بيكيت تاني يوم بيلاقي نفسه في المستشفى ومش فاهم حد ولا حد فاهمه لأن اللغات مختلفة. بس كل اللي بيكيت عاوزه انه يطمن على إبريل، والممرضة بتقوله انها ماتت. بعدها بيروح للقسم علشان يحققوا معاه، وفي شرطي بيحقق معاه وبيسمح له يعمل مكالمة. بيكيت بيكلم اهل إبريل وبيبلغهم باللي حصل، وبيجي ضابط تاني وبيستفسر من بيكيت عن الحادثة. والشرطي من الشرطي قال لبيكيت البيت ده مهجور، يمكن دول مهاجرين مهربانين. بيكيت مش في دماغه اصلا فسكت. وبعدها بيروح بيكيت للبيت اللي عمل فيه الحادثه عشان يشوف اخر مكان إبريل كانت موجوده فيه، وبيتاثر جدا لما بيشوف دم حبيبته على الارض. وفجاه جت الست اللي بيكيت شافها يوم الحادثه وضربت عليه نار، وبيكيت قدر يهرب منها. بس الست دي بتصيب بيكيت برصاصه في كتفه وبيهرب لمكان بعيد، وبيفضل يمشي وينط من فوق الجبال لغاية ما بيلاقي عربية نقل بيبات فيها للصبح. وبيصحى تاني يوم على صوت أصحاب العربية، وواحد منهم كان بيفهم إنجليزي، فبياخد بيكيت معاه عشان يعالجه وبيساعده يكلم السفارة، وبيعالجه فعلا. بس ما بيلحقش يديله التليفون، وبيجي الشرطي ويسأله على بيكيت، وبيكيت بيسمعه فبيهرب من الشباك. وبيفضل ماشي كتير جدا لغاية ما بيوصل لمنحل، وبيلاقي راجل ومراته بيتكلموا انجليزي وبيساعدوه عشان يكلم السفارة ويقول لهم ينقذوه، وبيحكي لهم اللي حصل. بس للأسف السفارة بتقول له خليك في مكان أمان لمدة 24 ساعة واحنا هنجيلك. بيكيت بيسألهم ينفع هو اللي يروح لهم أسرع، والسفارة بترحب بيه. وبيسأل أصحاب المنحل إزاي يروح السفارة الأمريكية، وبيقولوا له إنها بعيد في أسينا ولازم يروح بالقطر. بيكيت بيطلب منهم ما يقولوش لحد إنه كان هنا، وبيفضل ماشي لغاية ما بيلاقي مجموعة شباب في رحلة. وبيكيت بيسأل المسؤول عن الرحلة دي لو ينفع يركب معاهم الأتوبيس، وبيوافق. وبيوصل بيكيت للقطر وبيركب، وأول ما بيقعد بيلاقي الشرطي جه قعد جنبه، وبيكيت صرخ بيطلب المساعدة من الناس. بس الشرطي بيفهم الناس في القطر إن بيكيت مجرم وهو قبض عليه، والشرطي كان هيقتل بيكيت بس بيغير مسار المسدس وبيخلي الشرطي يصيب نفسه في رجله. بينط من القطر وبيهرب، وبيطلب تليفون من حد ماشي في الشارع وبيكلم السفارة تاني عشان يحكي لهم اللي حصل. ولكن السفارة بتقوله انه لازم يسلم نفسه بدام ضرب نار على شرطي، عشان كده اليونان كلها هتدور عليه. بعدها بيكيت بيقفل المكالمة وبيكمل تمشية في شوارع البلد، وبيلاقي بنتين بيعلقوا صور لطفل مفقود. ولما بيكيت بيقرب من صورة الطفل بيلاقي انه نفس الطفل اللي لقاه في البيت مع الست يوم الحادثة، وبيروح يسأل البنتين عن حكاية الولد المفقود ده. البنتين لينا وإليني بيقولوا له ان الطفل ده يبقى ابن اخو السياسي كارسا اللي مترشح لرئاسة اليونان، وانه تبع الحلف اليميني. اما بقى الحلف اليساري هو اللي خاطف الطفل ده عشان يضغط على كارسا انه ينسحب من الانتخابات. هنا بيكيت بيعرف ان الشرطي اللي بيلاحقه ده فاسد وانه تبع الحلف اليساري، والحادثه بتاعت بيكيت كانت هتكشفهم، وعشان كده عاوزين يخلصوا منه لانه شاف الطفل. بيكيت بيحكي لينا وإليني عن حكايته، وانه شاف الطفل ده وعارف مين اللي خطفه. ولما كان بيكيت بيتكلم معاهم بيلاقي الست اللي كانت في البيت ساعه الحادثه قريبه منه وبتدور عليه، فبيستخبى والبنتين بيخبوه معاهم في شنطه العربيه بتاعتهم. ولما الست بتيجي وبتسال البنتين بيقولوا لها انهم فعلا شافوا بيكيت ولكن مشي في طريقه، وبيشرحوا لها الطريق. ولما الست بتمشي البنتين بيتحركوا بالعربيه وبيساعدوا بيكيت انه يوصل للسفاره، وبيبقوا لطاف قوي معاه، وبيعرف منهم انهم تبع كارسا وهيعملوا مظاهرات علشان يدعموه. بس فجاه بيلاقي كمين والشرطه بتفتش العربيات كلها، فبيهرب بيكيت من العربيه بسرعه وبينزل في طريق الشرطه ما بتشوفوش فيه، وبيوصل لمترو الانفاق وبيركبه علشان يوصل للسفاره. بس لما بينزل في المحطه بتاعته بيلاقي شرطه كتير جدا، وبيحاول بيكيت يهرب منهم، ولكن في شرطي بيعرفه وبيهجم عليه بسكينه، وبيكيت بيصيبه وبيهرب. وبيجري بيكيت علشان يستنجد بالناس، وفعلا في شابين بيساعدوه وبيوصلوه للسفاره الامريكيه.
وفي السفارة الناس بتساعده والدكتورة بتعالجه، وبيجي الشرطي اللي بيكت كان بيكلمه في التليفون وبيوصل بيكت للشرطي ستيفن اللي بيفضل يحقق مع بيكت، وبيقول له ان جثة ابريل وصلت للسفارة عشان يبعتوها لامريكا، وبيكت بيطلب انه يشوفها، فستيفن بياخده علشان يشوفها فعلا، ولما بيكت بيشوف ابريل بينهار، وبيرجع بيكت مع ستيفن علشان يكملوا تحقيق، وستيفن بيقول لبيكت انه بسبب ضربه للشرطي الفاسد بالنار بقى مطلوب في اليونان وما ينفعش يرجع امريكا قبل ما يسلم نفسه للشرطة اليونانية، وستيفن بيطمن بيكت انه هيوديه لشرطية نزيهة مش فاسدة عشان تساعده وتحميه، وبياخده علشان يوصله للشرطية دي، وطول الطريق بيكت ما بيبقاش مرتاح لستيفن ولا للمعلومات اللي بيقولها له ولا حتى واثق من الطرق اللي ستيفن بيمشي فيها، وفجأة ستيفن بيعتذر لبيكت وبيطلع الصاعق الكهربائي علشان يصعق بيكت، بس بيكت بيلف ايد ستيفن وبيخليه يصعق نفسه، وبينزل بيكت من العربية وبيهرب، وبيبقى بيكت ماشي في شوارع اليونان وهو مش عارف يروح فين عشان يحس بأمان من الحلف اليساري اللي عايز يقتله ومتفق حتى مع سفرته، فبيراجع أفكاره وبيفتكر المكان اللي إلينا وإليني قالوله إنهم هيتجمعوا فيه علشان المظاهرات، فبيوصل بيكت لغاية المكان وبيشوف فعلا إليني وإلينا، وبيدخل المكان اللي متجمعين فيه وبيقفل الباب بالمفتاح وبيحكي لهم على كل اللي حصل معاه، بس بيبقى ستيفن ومع الشرطية اليونانية مستنيينه وبيشوفوه فبيهجموا على المكان، بس إلينا بتعرف تهرب بيكت من الباب الخلف، وستيفن بيبقى عارف إنه في باب خلفي للمكان فبيروح يشوفه وبيلمح بيكت وهو بيهرب وبيفضل يجري وراه لغاية ما بيكت بيلاقي نفسه في مظاهرة الكارثة، فبيستخبى فيها مع الناس الكتير عشان ستيفن ما يلاقيهوش، وبيكت بيلاقي كارثة طلع على المنصة وبدأ يخاطب الناس، بيكت كمل في الهرب والجري لغاية ما بيوصل للجراج مول كبير وبيلمحه ستيفن فبيقدر يوصله في الجراج، ستيفن بيهدده بالمسدس وكان فعلا هيقتله، بس جات له مكالمة مهمة ولما بيرد بيعرف ان كارثة اتقتل وهو على المنصة، بيكت بيستغل الفرصة ان ستيفن مشغول بالمكالمة وبيجيب حديدة كانت على الارض وبيخبط بيها ستيفن وكان هيقتله، بس بيكت كان عاوز يفهم في ايه، فقبل ما يقتل ستيفن حاول يفهم منه اللي بيحصل، فستيفن بيطمنه بيقوله انه بقى في امان بسبب موت كارثة، وكده ستيفن باللي شافه ما بقاش ليه لازمة، ولكن بيكت بيقول لستيفن مش ده اللي عايز اعرفه، انا عايز اعرف حكاية الطفل المخطوف ده، فبيقوله ان كارثة كان معاه فلوس كتير لانه بيمتلك شركات شحن، بس هو طمع واخد فلوس اكتر من المافيا ومعرفش يرجعها، والمافيا خطفت ابن اخوه علشان تضغط عليه يرجع المبلغ، والولد مش مخطوف من الحلف اليساري، فبيكت بيعرف ان ستيفن كذاب فبيقتله وبياخد المسدس بتاعه وبيهرب. اجازة سعيدة جدا يا بيكت، والله اخترت الوقت المناسب. المهم ان بيكت لما بيطلع من جراج المول بيلاقي الشوارع في حالة فوضى، وبيلاحظ الست اللي كانت مع الطفل في البيت ماشية ومش واخدة بالها من بيكت فبيمشي وراها، ولينا بتاخد بالها ان بيكت بيمشي ورا الست فبتمشي وراه، وبيفضل بيكت ماشي ورا الست لغاية ما بيلاقيها بتطلع مبنى جراج وبتركب عربيتها والشرطي الفاسد بيبقى فيها، فبيكت بيقرب منهم وبيهددهم بالمسدس اللي معاه، وبيسيب الشرطي برصاصة في كفه وسحب الست من العربية وبيضربها، بس الشرطي الفاسد بياخد العربية وبينزل بيها علشان يهرب، ولينا بتيجي من ورا بيكت وبتقوله هو في ايه يا جدع انت، قال لها استني انت بس، وبيقتل الست اللي كانت مع الشرطي، وبيروح بيكت بسرعة يقف على سور المبنى وبيستنى عربية الشرطي وبينط فوقيها، فالشرطي بيعمل حادثة وبيخبط في عربية تانية، وبيكت بيطلعه من العربية وبيفضل يضرب فيه، وفي ناس في الشارع بتوقف بيكت عن ضرب الشرطي، بس لينا بتيجي وبتقول لهم ده تبعي وتبع كارثة فأمان يعني، والناس بتتلمح حوالين بيكت والشرطي وبيسمعوا صوت طالع من عربية الشرطي الفاسد، وبيفتحوا شنطة العربية وبيطلعوا منها الولد اللي كان مخطوف، الولد وبيكت بيفضلوا باصين لبعض، وبيكت ما بيبقاش عارف هو كان عايز ينقذ الطفل ده ليه للدرجه دي، وبيبدا يعيط وينهار ويقول للينا انه كان لازم هو اللي يموت مش ابريل، ولينا بتطبطب عليه وبتواسيه، ولو فهمنا حاجه من الفيلم ده نفهم اننا ما نسافرش عشان ما نخرج من داره اتقل مقداره. وبكده يكون الفيلم خلص، ما تنسوش تزوروا صفحه فيسبوك لفيديوهات اكتر، لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه.